قرر خالد جلال المدير الفني للزمالك تأجيل قراره النهائي في التواجد ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة كريستيان جراس لحين الانتهاء من بطولة الكأس. يرفض جلال الحديث في هذا الأمر بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس النادي استمراره ليكون المصري الوحيد بالجهاز الفني الجديد بعد الفوز على الأهلي في الدوري وتأهل نصف نهائي بطولة الكأس. كشفت مصادر أن جلال يركز تفكيره في الحصول على لقب الكأس، بعده سيتخذ قراره وفقا لموقعه في الجهاز الفني الجديد وكذلك للعروض التي سيتلقاها من أندية الممتاز.